إنه عهد قشيب من حكاية بدأت منذ موسمين ودمعة، وسطور كتبت بيد تجيد الرسم على الصدور لتنقش وشم الأصابع الخمس على صدور العشاق الحرة لمصائب أهل البيت عليهم السلام. إنه خيط الأرجوان القادم مع قصص الألم ينسج عبر وجدان الزمن ليطرز لافتة كتب عليها وجيهاً بالحسين. ها هي النسخة الجديدة من البرنامج الحسيني الأضخم، تفتح أجنحتها الخفاقة عبر شاشة قناة الكميل الفضائية، مظهرة جمال الأصوات المتلهفة لخدمة محمد وآله، شادية لأوتار الأرواح العاشقة أنغاماً حسينية بثقافاتها المتعددة بنسخة دولية تنقب عن طاقات إبداعية كبيرة، وهذه المرة بلغات ولهجات مختلفة. إنها النسخة الثالثة الدولية من برنامج وجيهاً بالحسين. عملت إدارة قناة الكميل الفضائية متمثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور عماد مهدي الزبيدي دراسة مستفيضة لإنتاج نسخة جديدة من هذه المسابقة الغراء، ولأن السعي الهمام المتواصل يهدف إلى تقديم الأبهى والألمع والأبرق إلى جناب المعز الدائم صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف واللائق بخدمة أهل البيت عليهم السلام، صيغت هذه النسخة بعناية تامة وجهد جبار على مستويات الإنتاج والإعداد والدعم الفني، مضافاً إلى مادة المسابقة المشتركين زيادة عن اللجان التي ستقطف الأينع فالأينع. فقد رسم المنتج صورة مغايرة تبهر المتابعين جرياً على تميز أفخم البرامج التلفزيونية العالمية وبمستويات فنية عالية، من الديكور والإضاءة والمعدات الفنية بمختلف أنواعها والإخراج والمونتاج والإعداد وكتابة النص وباقي مفاصل الدعم الفني واللوجستي، لتخرج بصيغتها النهائية مكتملة الجمال تقدم أمام ذوق المشاهد المحب لخدمة الحسين عليه السلام. فعلى صعيد المشتركين تحتوي هذه النسخة أصواتاً تنبع من عين واحدة جارية نحو مرسى واحد، لتثبت أن الدمعة تنهمر مهما اختلفت الألسن. فبعد تقديم آلاف الأصوات من مختلف رواديد العالم، اختارت لجان الفرز أكثر من 95 متسابقاً عراقياً من مختلف الفئات العمرية و25 متسابقاً متحدثين بلغات غير العربية، منها اللغة الفارسية والتركية والتركمانية والآذرية، كما قبلت لجان المسابقة عدداً من رواديد لبنان. الناس هواي تنشيد، من هو حسين؟ من هو حسين؟ واحتار بوصف ابن الزكية، واحتار بوصف ابن مخيد بخر
قلبه نخشى لار ترهل يار ديتو يبقى سيكون سياق التباري بين المتسابقين مقسماً إلى فئات وأعمار عدة وعلى مراحل مختلفة. وقد أضافت الإدارة فقرة جديدة في سباق هذا الموسم، وهي مشاركات المتسابقين في الشعر الحسيني. الفرق مذبوح، أنت وإخوتك عدلين، بس إخوان زين أفضل ولا واحد. حيث سيشارك في كل حلقة شاعر يقرأ أبيات الرثاء والولاء. أما بشأن لجنة التحكيم، فقد ارتأت رئاسة اللجنة التنظيمية أن تختار في هذه النسخة لجنة فنية بشكل صرف، كلهم من أصحاب الاختصاص الدقيق في فنون الردة الحسينية وأساليب الأداء المتنوعة وعلوم الصوت والتنغيم والتلحين، وهم كل من خبير النغم والطرائق الأدائية الأستاذ الأديب ثامر الوندي، الشاعر القدير السيد سعيد الصافي، خبير الصوت والأداء المحكم الدولي الأستاذ يحيى الصحاف، أستاذ الموسيقى في الجامعة اللبنانية البروفيسور مخلص نعمي. ويتوسط المحكمين رئيس اللجنة التنظيمية للمسابقة الدكتور عماد مهدي الزبيدي، والذي سيكون بوصلة الضبط والتنظيم لمجريات التباري وقوانين المسابقة. واستثماراً لخبرة الكبار واستفادة من نصحهم وإرشادهم، وانتهالاً من بركة العطاء الذي تمحورت عليه قصائدهم وإرشيفهم الكبير، ستشارك في المسابقة لجنة خبراء من رواد الرواديد، وهم الرادود الحسيني القدير جليل الكربلائي، الرادود الحسيني القدير أبو بشير النجفي، الرادود الحسيني القدير علي باشا زاد الكربلائي، الرادود الحسيني القدير سيد علوي أبو غايب. كما سيكون بين لجنة الخبراء ضابطة المسابقة في السلامة العقائدية والفكرية الخطيب الحسيني القدير الشيخ عبد الصاحب الطائي. ولأجل إعداد المتسابقين وتهيئة قصائدهم وتوجيههم، ستحتوي لجنة التدريب أسماء من خيرة رواديد العراق والمختصين: الرادود الحسيني السيد فاقد الموسوي، الرادود الحسيني السيد صادق الموسوي، الرادود الحسيني أحمد الفتلاوي، الرادود الحسيني مرتضى الحميداوي، الرادود الحسيني علي الرميثي، الرادود الحسيني ياسين الوائلي، الملحن الأستاذ علي الخفاف، الملحن الحسيني الأستاذ أبو حجاز المالكي، الرادود الحسيني عباس البحراني، الشاعر السيد محمد الموسوي، مهندس الصوت الأستاذ أركان السلامي. بالإضافة إلى مشاركة الرادود السيد طالع باكوي من أذربيجان، والمنشد الأستاذ حسن خانجي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتدريب المتسابقين باللغات الأخرى، كما حضر ضيفاً في المرحلة النهائية
الرادود الحسيني القدير نزار القطري. أما في تقديم البرنامج فقد أجاد صوت القرآن المجيد وقارئ العتبتين المقدستين بوجوده، مقدماً ومديراً لجلسات المسابقة، القارئ والحكم الدولي السيد حسنين الحلو. كما وشارك في كتابة النصوص وتقديم بعض الحلقات كجزء من التشويق والتنويع الأستاذ علي الفاطمي. كل ذلك وفي بطون الحلقات ما لا يمكن كتابته باختصار، ولا يستطيع الفكر التعبير عنه إلا بملء صحاف وصحاف. فتابعونا في ليالي شهر رمضان المبارك. وجيهاً بالحسين، النسخة الثالثة الدولية الكبرى. يجعلني وجيهاً بالحسين.